هو الشقيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم يا أبنائي؟ الحمد لله. تفضل. كيف كانت الجلسة الصيفية؟ إنها جميلة جدا. إنها مفيدة جدا. هل استمتعتم بها؟ نعم. أحسنتم يا أبنائي. إذن نبدأ اليوم بدرس من دروسنا عن الماضي. كم راجعة المرض يا أبنائي؟ نعم يا أستاذ. نعم يا إبراهيم. لماذا المدينة حكاية؟ ذكرت إبراهيم منذ حكاية. حسن يا أبنائي، سنحكي لكم حكاية قبل أن نقرأ درسنا هذا اليوم. حكايتنا ليست حكاية مثل كل الحكايات التي سمعناها من قبل، إنها حكاية فريدة. حكاية صناعة واقع جديد لمستقبل مشرق. ولكن قبل أن نخوض في حكايتنا هذه ونحكي لكم تفاصيلها، ما رأيكم بأن نرحب بضيوفنا وأحبابنا في هذا اليوم؟ تفضلوا يا أبنائي، أنتم وشجرة التواصل. رحبت صنع اليمن واحتفل حسن هالفن.
فكروا معي دليلا. أستاذ. نعم يا سامي. لو كان هناك مدرسة كبيرة أو معهد كبير يضم هؤلاء الشباب ويجعلهم يمارسون هواياتهم ومواهبهم بشكل رائع وجميل ومنظم. أحسنت يا أسامة، أحسنت يا بني. مدرسة كبيرة أو معهد كبير يضم كل هؤلاء الفتيات والشباب كي يمارسوا عملهم هواياتهم بشكل ماذا؟ رائع وجميل ومنظم. أحسنت يا بني. من هنا تولد الحلم، ولا ندري أين سيبدو منا هذا الحلم، فلنتابع سبيل هذا.